العلاقة بأخوان حضرتك وأخواتك أنا بالنسبة لي أعرفها بس بيكم الفنان وبيكم المفنان أيه؟ بيكم اللي وضحت ملامحة بشكل كبير على الفن مثل الدكتورة سهى أيه؟ وأستاذ فائز أيه؟ شلون كان التعامل بينك وبينهم؟ كنتي أنت أسبق منهم بالتجربة أسبق منهم بالتجربة فكان أكو نصيحة لو الكل تعتمد على الوالد كمرجع فني؟ لا هي أكيد طبعاً إحنا نعتمد على الوالد كمرجع فني بس على الأقل من تجربتي آني من خبرتي لأن آني سبقتهم كانوا يرجعون يعني مثلاً سهى بدت بعدي إيه؟ فكانت ترجع لي وأني أيضاً مثل ما سوى الوالد وياي رغم أنه كان نفس الشيء أني أيضاً كنت أرافقها بشغلها يعني لأنه هي ما عندها تجربة سابقة قبل معهد الفنون الجميلة من دخلت المعهد بدت مرحلتها بالفنية مرحلة الشغل. فكنت أحس أنه هي الجو غريب عليها فكنت دائماً مرافقة لها فإحنا يعني واحد مرجع للثاني نتناقش نتحاور وعلى فكرة إحنا جونا كله فني يعني أنا مو إحنا أنا عندي الموسيقي سامر موسيقي عندي صحيح. أخويا باسل عازف موسيقي صحيح. يمتهنون مهن أخرى لكن هم فنانين فن طبعًا ايه يعني طبعًا. مو شرط إلا فن يطلع فنان يطلع بالتلفزيون لا لكن هو هواياته فنية صحيح. رسم موسيقى كلها صحيح. كل العائلة أكو تنافس صار بيناتكم لا يعني هو مو تنافس ما أتصوره تنافس لأن كل واحد إلى مرحلة معينة إلى مرحلته صحيح بدأ بمرحلة معينة يمكن التنافس كان مع جيلي آني لأن سهى من جيل آخر جاء بعدنا صحيح. بس التنافس إحنا نسميه تنافس حلو تنافس شريف نافستوا على إرضاء الأب هذا تنافس آخر طبعاً إيه نافستوا إيه على إرضاء إيه إنه أنا دا أقدم شيء وسويت شيء ناجح وكذا إيه إيه بس هو كان راضي يعني راضي علينا لأنه هو مشانا على طريق صحيح يعني كان يوجهنا دائما كنا نرجع إلى حتى بالأعمال يمكن بعض الأعمال أنا صح لي الحرية المطلقة أنه أختار نعم. بس أيضا أرجع إلى تبعية الدور على منه كان راضي أكثر بصراحة والله هو راضي على الكل كان حبيبي طيب والله يعني راضي على الكل رضاء لأنه ما شعر أنه هو قصر وإحنا أيضا بالمقابل لأنه هو يستحق أكيد. يعني رجل أدى رسالته الفنية وأدى رسالة الإنسانية الأبوية بشكل صحيح رائع صحيح ومن المنبع إلى المنعطفات الوالد خلى حضرتك على الطريق الصحيح